بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سود دنيا تعالى ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يبرنامج كيني تحناها إلا مقع بحي جبوتي مانتا وننتا بناك قاعد لنا سياسة دقان كي دقالها جمهورية جبوتي. برنامج كا مانتا وحايو مرتيا وانشاشة دكو عسبين البروفيسر حسين إبراهيم حمد وكمدا أقويانا دا رج جبوتي دقان ودنكا فرانسيسكا قارهان مقالة باريس. مانتا وحنو كهل دونا دور قضب إن شاء الله وأنو حسين كوريسان دونا مدانا حسين سكسو دوا وايرو تي في أحطتو وكسو دوا هاي فايسالة برون أنيقو محالي هذا ماشان إبادان يمدي ايرو تي في ايرو تي في يو محالي هذا تلفزيون كا اختيار كالي تلفزيون كا ألغو هدلي كارو تلفزيون كا أمان كا ألغا فافين كارو تلفزيون كا ألغا شاكي كارو رون تلفزيون مدح بانيلة وكسو دوا هاي ويهي مدنى حسين انت هكذب وحن دون ايانا وحكاوي دي سؤاشي ذو كوبات ومحي دبات تدا كده احتاجن قوميه دا عنفر ايو باشا عيسى سودهو والله ديجا دبات تدا اقوه الرئيسوا انوحان جعلان لها انا اللي يلاهدو عفر يو صومالي ويهي دبات تدا علسوا حكيني وكلمة دا عيسها كلمة دا عيسها بوق دل كانتي عفرتو مكة اللي يقانين وحا اوكا لدحايا صومالي دا لمكة اللي سارو قبيل نمو مي يقانين قولو قولو ايو وحاس مي يقانين حقوغا قفكا كو هادلا اف صومالي غا وا صومالي وي امي كحلي قال لي راه دو عيسيه وحي نقدان دد عالغا ساريو صومالي دي عبا دد اسكا ساري صومالي دي يكيبا اسكا ساري عليدي مركا حلقة قال اللي هي وعفر عيسى وحضرك سار دباطع علوس إني اسكا جرتو عيسى هنا على شغو وصوماليوين دباطع حلقة اسكا قبسطو ويقالين ايان وحي اللي هنا نقو حان هاي صومالي انتا كهر وحي اللي هنا نقو حان هاي عيسى مقع عيسى صومالي دي والاقا بحي صومالي دي والاسكا ديريي قف كستا للد قاتم ايا قف كستا لدون ايا انا ود كيسا على بابو قف كستا لدون ايا انا لحكومة ديتانا تو نقوكرتا ماها انوا هربتياشي ويهين لكن وحانا هاي كي روتا وشيغي ميهي كي وشيغي بانتا مانتا نحاجة دودو مالحن بي اسكاسو عطا قف كستا ليس ولا قبصدي قد بورسي عفر ورومو مديو إدل باليس ولا هايستا وحانا دواتو كتم دعيسة هماها ودواتو تاليس كمان تجبوتي هايستا شالي أدير كي بيهد حسب قولين ماتوا إسماعيل عمر درّاد وحي إهد قميسيجي يكا حالي هدا أردقا يجين كوولا ديري ومدي داد كان داد حالي هدا مسكحة يسكو قبطان لماها لونا وادن يعني دايريا ضد واحد اجتماعها وضد مساكينها وضد الواليو وضد لوشيغي بين دونك وحاسو كليتا الا غوميس وجيبوتي انتو ابوري الا جوجدينا رجا عيسها با ابتياشي waxay ku jiraan dagaal weyn qabilnimadan marka ugu horeysa waxa uu keenay gaalk جوتي حلقو أبوري صوماليو عفر أيا دونك يعني سلا نوليد إن بدن بان ماشاني مدوت تاريخيا وان شاقي لما أورين جرين عيسى عم با وحان وحال أورين جرين عفر يو صومالي والاي أهايين والسلا ديقنا وحال لقو دولي جرين نكا كافر كأبا نكا حباشيغا مركا وحيابو بدن با لسلا سميي دن والاي هايين قوميسيقو حلوغو جيبوتي يميدي ماركا اوغوه الرئيسي بو كالاساري جيبوتي حلوغو اسكردسي دادك واينا روطة لوشيغا تاريخ دي والا مساحي تاريخ دي والا بابيي جيبوتي واحد ديسي قد بورسي وين قد بورسي با اوغبادنا إساقنا اوغبادنا عربنا ويسكبادنين marka gada bursiga xil lagu badnaa waxay ahaayeen kuwa mutaalimiinta kuwa wax dhigtay kuwa lacagta leh
كوا ودك إذن معمولية. عيسى مالدر بو جوجي مالها مقالة جيبوتي أفر قفبة جوجتي حسب قوليديو وحاسو يدين باماتا لما صحي نين قال لي راه دو جامع علي موسى وكو مقعدة جامع ديلعي أيام نقضي سناتور كجيبوتي باريس كان جوجا لو سو دوفيي مركا قوميسي يوحو أركي رقن قد بورسيقا إنه متعلمين إسكيهين إنه داد مالدر يعني كو صعدة إسكيهين داد ندوني إنه إسكاقحران جيبوتي صوماليا وكعب صودي صومالي ديبو إسكاكلا ساري وحو أكلا ساري وحلا يراهدو شيشاية صومالي ألوجين يو صومالي أوتوكتون إيسي هيبو كوافو في بان وحور ودكا إني كالي داد كان تاريسكا سيدان لإني قاعدان إياه مركابي محمود حربي يو حسن قوليد اسكتاجين اي شعاء اسكتاجين دردبا عيسى بادي يو يدير بالسو ولا كحيي قد بوسيقي مقالة جوغي جيبوتي ايان لقود دولي بقول قف با لقد ديلي سدح بقول قف با لقد داوعي بوغا او برلي اي يعني كتالا وحا محالة رهدا لألوفة يوماها بوجيال بدن بيسكا تالانيكا علي كوبا علي راهدونا يسغو بوجي بدن بو اسكا قري محمود حربي وكو قري وكشكاينيا وحاس ما انت جامع زي لعي هداد هيستوري جيسا اسكا دوتين يعني كوبا جيرو وحيو يدل با لما صحي هير جيبوتي واحد جامع زي لعي يقانا اسكا بجرتو ويا والله اسي قبيل نبدا قال كو سيدا حلغو وسميهي magacii jibuuti waxay ahayd wadanka Soomaalida inkastoo ay wadanku u ahaa wadan afaray iska leedahay magacii Soomaalnimadu yaani kama saxay wuxuu ka dhigay afar iyo ciise illa ciisihi buwaalay wuxuu ka yiri hadeed inagu waxaad waxaysatiin buuri afka ciisaha radioga ha lagu hadlo buuri afka ciisaha xasan guleed ciyaartii gumeysigu iska ciyaaray maxamuud xarbi uu diiday aanu kaba baxayo buuri Soomaalin madalowna waxaan nahay buuri Soomaali way taas siday u socotay bandiiradii baan iska qaadanay bandiiradii aan iska qaadanay gada bursigi wadakeena heerka soo gaarsiyay maamuli jiray ayu xasan guleed soo dulbaxay inkastay yihiin abtiyashi umad badan ba la hasuqay armeega laga saaray administration ka laga saaray meel kasta laga saaray Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso gada bursigi sida wadanka xilliga looga saaray waxa lagu bedelay ciise badan oo laga keenay dirdhaba iyo geerisa ruta la sheega wadankii afarto ay iska lahayd iyo gada bursiga dadka baa la keenay waraaqado badan baa la siiyay waraaqadihii baa loo diiyay gada bursiga afar maanta waxa jira dad badan oo wadanka ku dhashay oo bala waraaqada ah afara gada bursiya xitaa daarood ba wadanka yani ku noolaa way ka wala baxsadeen carab ba yani ku nooleed waa la wala boobay waxay haystaanta ma jirto xabashi badan ba yani ku nooleed xaqoodii ba laga baahiyay suudaan ba nooleed marka magacii jibuutinimada dad iskala dagaaltama ayaa noo keenay oo sida xasan guleeda dadkii baa laga dhaadhiciyay wadanka waad ku dhalatay kumaad wadanka waad ku dhalatay umaad dalen ayaa laga dhaadhiciyay marka maanta wadankeenu meel xun buu socdaa qabiilnimada uu keenay xasan guleed marka ugu horeysa gumeysiga keenay marka labaadna xasan guleed baa keenay gumeysigu xasan guleed meesha wuxuuna u keenay wuxuu ahaa nin shisheeye ah ciisaha wadanka maaha ciisaha wadanka waxa ahaa maxamuud xarbi iyo qolada aan la yiraahdo yacni furlabaha marka tiiba maanta iska socota wadankeenii waa ka iska baaba'aya waya ciisihii wadanka joogay digitaal laga dhigay waxba ma haystaan been baa loo sheegay xilli kasta waxaa lagu aamusiyaa ciise waa ciise ninna aalam ma dheero
ayaa lagu aamusiya waxba iskama haystaan masaakiin ba laga dhigay wax kasta laga wada qaaday taliska Djibouti maanta intooda badan waa dad nooga yimiday baraha biyografiga Ismaaciil Cumar hadda deegtid abba Xasan Guuleed abba ninkan aan la leeyahay Ilyas Dawale abba xitaa kuwan macaaridka ah waa dad baraha yaani ka yimiday ciisihii waddanka horta laha sooqay ciisihi waddanka maanta waxba yani iskama haysto waa masaakiin gaaja yani iska dishay waxa loogu talagalay dimis koral la'aan biyo la'aan wax alla waxay haystaan iskaba jirto intooda badan qaxooti ba yihiin yurubtan america ciisahan dirdaba iyo geerisa yani ka yimidaya wax kasta haysta shalay xilligay ciisihi waddanka soo qaxeen oo yurubtan iska yimaadeen wax wax u qabtay ma jirto wax albaabka u furay ma jirto waa kuwa meeshan naanaabaya sheekadii way dhaaftay ciisihi waddanka xilligaa sida loo baabiiyey waxa loo soo wareegay ajaanibkii iskala noolaa ammaanka ciisaha lowna Djibouti annagu heer kartikaad handaannahay heer kartisis handaannahay heer leer handaannahay waalis wala yaqaana waa meel yar ciise afar gadabuursi isaaq carab suudaan xabashi walaalo weey ma naqaano annagu qabiilnimo iyo buuq qabiilnimada waxa noo keenay dadka dirdhaba nooga yimiday iyakana meel kasta haysta marka anigu maanta waxa la hadlayaa walaalahay heer Djibouti waa yahay intaada la hadal waan ku gali doonaa intaada la hadal mudane Hussein waxa jira qabyaalad wax badan baad ka sheekaysay qabyaalad faaftay oo dalka Djibouti ku faaftay ayaa jira waxaad sheegtay gumaystaha inuu in badan qayb ka qaatay in shacabka reer Djibouti la kala dilo oo qabyaalad loo kala saaro qabyaaladaasi iminka waxaa la leeyahay meel kastay gashay xukuumadihii iyo noloshii iyo waxbarashadii iyo meel walba qabyaaladaas markay inay sii fido oo shacabka reer Djibouti walaalaha saar jeegtay kaartiyada wada deganaa inay kala tagaan oo isa salaami waayaan maxaa u sabab ah wallahi waxa u sabab ah taliska Ismaaciil Cumar Geelli dhibaato afar iyo ciise u dhaxaysa ma jirto xitaa aniga kula hadlaya hooyaday waa ciise aabahay waa cafar hooyaday iyo aabahay way is jeclaayeen adeeraday weli may fiirin ciise haddaan tagno arxiba haddaan tagno angeela xagaabixeenna waxaan iskaga sameynaynaa weeca iyo carta iyo cali sabiix waxna fiiriyoole waxa waa waa dinkeli ma jirayn waxa waa wax cusub oo yimiday taliska Ismaaciil Cumar baa keenay waxaasoo idilna wuxuu u sameynayo waa powerkiisa si uu u joogo masaakiintaana maxaa lehdaa inuu madaxa isku gasho ee cafar iyo ciise iyo gadabuursi iyo isaaq ismaba kale aqoonin annagu xilligan iska dhigan iskoolada ma waa aqoonin inuu qofku yahay isaaq amba hadduu yahay carab amba maxay marka heer Djibouti baa la baabiiyey waxaana baabiyey ciisaha baraxa nooga yimiday ciisahana waxa xukuma Ismaaciil Cumar dad wax noo bedileyna maaha macaaridka iyaka ugu badan wala yaqaanaa heer Djibouti waa iyaka ugu badan xitaa kuwa maxaa lehdaa diasporaga aan la sheegayna iyaka ugu badan xilli kasta heer Djibouti doonayaan inay taliska iska bedilaan dadka dabadhilifka nugu jira isku keen waxaynaya marka waa in la iska qabtaa anuu heer Djibouti baan iskala hadlay waxa leehna dadkan shisheeyahan na soo galay integration dad wixii maaha waa dad yani qaxootinimo ah lagu keenay waa dad iska dhibaataysan waa dad dagaal iska waxaynaya taliska Xasan Guuleed iyo Ismaaciil Cumar xilligu keenay casceela aan la soo fariisay Djibouti aan la keenay dakhil aan la keenay dad isantigree maaha saacaddan ka leehnay maanta waa dad hadaad weydiisid tujora aaway amba u bukhaaway ma yaqaaniin
dad dul yaqaan maaha waa dad iskaga jira hadis iyo boob iyo buuq waa dad dadkii tooganaya xitaa maanta dhibaatada yani ka socota Ethiopia iyaka noo keenay afarta Djibouti amba heer Djibouti waa maqli jiray inay rabshad yar iska dhex marto afarta iyo Soomaalidan ba afarta iyo ciisaha Ethiopia laakiin wax Djibouti soo gaara may iska may yani jirjiri cudurkii bay noo keeneen garba ciise iyo waxyaabo aanan maqlin ba noo keenay dadkii ba la tooganaya marka anu heer Djibouti waxa leeyahay dadka aan iska qabanno dadka wayna baabiyeen afar bay baabiyeen gada bursi bay baabiyeen isaaq bay baabiyeen arab bay baabiyeen habashidi bay baabiyeen ummadii oo dil bay baabiyeen taliskana iyaka wala haysta shalayna dibaatada Djibouti sheekadan gada maytu ka dhacday ninka soo gashay Djibouti waa Ilyas Dawale Ilyas Dawalena dadka oo dil baad ay qaama nin heer Djibouti maaha Ismaaciil Umar dadka oo dil baa yaqaana nin heer Djibouti maaha marka dadkan afarta saafafka u qaadanaya amba mashquulka iska wada amba ummada tooganaysa amba heer Djibouti sida u duliyay waa dadka waa ciisaha ka yimiday baraha een wayahay Hussein waxaan sheegayaa waxa leeyahay dadka hal iska qabto wadankeena sida looma baabiin karo maanta waxa kaliya haatoon haysanarnagu waa Djibouti iyaka idilo qaxootinimada loo keenay waraaqadihii xilliga la siiyay waa inay waxayaan baheen l'intégration integration kamaanta hadday waxay waayaan meel ay ku baxsadaan ma jirto waa kamaanta dhibaatada iska kiciyeen gadameyto xilliga laga farxiyay cadeeyto xilliga aan laga farxiyay shicib weyne idilo ciiso masaakiina bacadkay joojiyeen wax wax u qabta ma jirto shalayna buldhaco xilliga la toogtay iyaka toogtay ciisa Djiboutina hadday hadlaan wuxuu wakal leeyahay waxa tihiin yani shisheeyo ka allakii madaxa qaada uu aamusiinaya baasboorradoodii buu yani qaya markaanu waxaa leeyahay ragga abtiyaashay ciisaha dhibaatadiinnu afar maaha afar dad afartu dad bana aadan alyadaysata maaha wadankoogaad joogtiin wadankanaad joogtiin boqolkiiba sagaashan iyo kaale been baa laydiga daadiciyey waxa laynigeen wadanka ciisaale ciise meeluu degan yahay ma jirto waadna taqaaniin wadanka cafar baad ugu timaadeen qolo kaleeta haddaad maanta iskala joogtiin maad noolaateen dadka masaakiinta uu ilaahay inu dul keenay inu dhibaataynay waxaa leenay iskala dega naad dadkan hadday inay kacaan dadkan dad aad maxaa leedahay ummad aan la isku keeni karo maaha afartood dad u dhibmata Soomaalinimada Soomaalida weyn wax ciisa aa lagu keeno maaha dad yani 10 milyoona iyo ciiso yani boqol kuna wax la isku keeno maaha waa wali weyn marka walaaltinimada laga shaqeeyaa wadanka martida aan lagu yahay waa in lagu joogaa adaab dadka inaan la isku diro maaha wiiliyo abti inaan la isku xumeeyo maaha taliska meesha jooga qof u roo yahay iskama jirto ciise badan buu dilay raggiindii buu toogtay cumar barre cabdi boqorre yaasi yaabe naaser yuusuf yani cali shirdoon ciisoo idig buu dhameeyey waa afar qof weyn xitaa wadanka idil waxaa jira dad mamaasan oo wadanka ku dhashay oo ka horjeeda waxan talisku inkastoo mamaasan yani iska yahay waa mamaasaki baraha nooga yimiday weeyin qofna ma ogolo dhibaatadan ku wado Djibouti marka heer Djibouti waa inay soo kacaan dadkii wadanimada ahaa waa inay soo kacaan oo maxaa leedahay iska diidan waxan ان حسين ان waxaa tiray ان madana madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo wasiir Ilyas Dawale waxay ku yimaadeen dir dhabe oo Djibouti ma dhalan haddii sida tahay dadkii Djibouti u dhashay maxay ayagu xilka la wareeg laayeen oo dadkii reer Djibouti maxay ayaga ka hortaagan inay dalkooda iyaga maamushaan dadkii heer Djibouti xilligay soo galeen
حلي جاي دتكن إسماعيل عمر يسقولي تاليس كأر لودي بي دتكي يودي البي سيحيين بين بالجو سيحيي عيسى نما الجو سيحيي حير عيسى الجو سيحيي وحيلا دين عيسى وعيسى أرنا مديرو ومدن با لو ولا كاني دتكن برا حاء لقى كاني با عيسى ودنكا ويكبتين حلي جاء لقبتينا شقدي با لقفر حيي حب الحبيب با لو توكتي مساكين با لقدي جاي إنتو دبضان أم با وحي كجيرا مسكيد أم با يعني قحوتي بي نقدان مركا ما تتلسك جيبوتي مقادن لما قادن ديكرو مافيا غن نوغتي من دي دردبا إيو غيرسا أياد دي وحيو إدل هايستا لكي مدحا سرو يعني قادنا وخارجينيا وآموسينيا إسماعيل عمر با آموسينيا ودنك داتكي ودنكا يعني كل شيء وحبا يعني ما هيستان لكن وضد عصام مساكين وضد عفر مساكين وضد قدبوسي مساكين وضد ساق مساكين وضد عرب مساكين وي ورا فرحدين وي هي دينا كلا هدان كا ويديو ان قوميه عفر وحاتري بقولكي بسغاشن دلك جيبوتي لوك ايغا دغن ودول اادو بلارن دد بدن عفر سياسيين اجرا ما كو دحاي عفرتا سياسيين تود ايغو اني مامولكا كسو قيب غلان او سيفي عن دلكود او ماموشان oo ay danta dalka iyo hoggaanka wadanka ay qayb ka noqdaan halka ay mar walba madaxweyne ku xigeen ama wasiir uu ku eegihiin in ayaga maamulka wadanka si fiican u soo galaan maxaa ka hortaagan wallahi waa su'aal fi aween afarto wadad yani taariikh dheer leh wadad dowladnimada aaminsan wadad organization ween loo de maxaa lehda kumaakum yani sanadad nola وابدد يعني كل نور يعني سلطان يوحاس مركا دد يعني كوسو بودا يماها دد كتوغنا يماها دد وحبابينا يماها ودد اسكا امنسن دولد نمدا مركا عفرتو دباتدا حلقا لو كاني الا جوغدينا بديردا انتا قادنا الا جوغدينا عفرتو وحي كجرتا دقالي دل والا توكتي هبي يعني قاتن عندنا وادد وحكي استي وحيين سوء ودك وبابين وي ان بدن بالا خايمي ان بدن بي اوغولادن عندنا وكوا ما انت وحي ليهين ددكا ويلكا يو ابتيغا ان اسكن هي ودل يعني قاتا لكن دمشدي با صوبدتي ما انت عفرو يدل با اسك ولتاغن وحي ليهين أفر يو أفرتن يعني سامدود توغشدن آن نقوضو دمشدن سيبادتين حتى شاكادي وحي وسيس عطينا ودكوغي آ لقاتو مالو جرين بالا كاني كارياشي جبوتي بالا دونيا إنا لبديلو عرطا إيو وح جرين بالا كاني وعفر ماانتا وحي سليها دي داتكي مرتينونا آن كو أغولاني يا ودلون يا إني نلول لغو أحسن يكون هذا لغو يكون هذا لغو إيجي هيها ويس عدن إلى وحيتين إثيوبيا إلا إثيوبيا لغو دوننا يا مركانكو أفرت محل هذا وحيك قد بنتهي رجع عيسىها أبا رجع تلس كجيبوتي هايستا أفرت ميتوجن إسحاق عفرتو قد بورسي ميتوغن عفرتو عرب ميتوغن عفرتو حبشي ميتوغن عفرتو قف هر جبوتي ويتوغتي مجرتو لمانا هلا يو لكن تاليسكا جبوتي قولو اونان توغن اسكا مجرتو حتى عيسي ميتوغتي حتى إساقو إسكو شاقة يا عيسى وعيسى أهلنا مديرو لي عيسى إدي بوتوغتي وانو يبتغي بوتوغتي إنا يابي ماركا عفرتو وضد محال هذا اسك الديمقراطيه وضد اسك جعل الاختيار وضد اد اسك النولان يعني كرتي امك مقالده تجرا ابخ دخل عفرت وحي اسك النوشا هاي داروتكا ورسنجلسكا غد بورسيكا اساقه تماشا حبشيدا ادوكو ايدل واسك النوشا حتى عداكا عربتا عفرت ضد بوق لما marka meeshan buuqa waxa keenaya war dadkan ciisaha
عيسى هنا وحا واليا تلسكن اسماعيل عمر جيلي ما انت امور ديسين جامعة دو امور ديسين دختر رو امور ديسين مقالو وحكو وضع بان كل بقف بو اقلين ايا افكا مال كستي جوغان يكا اقوم نقن مساكين وي بالبلا داري لقو مكر صدو هندانا وادات كود ديمان ايا عيسى نيمو عيسى نيمو اسك جيلي dadku giba loo tooganaya habad habad mid kasta la aamusiinaya waxaasna ismaaciil umar wuxuu doonayaa taliskiisa inuu haysto inuu lacagta uu iska xado marka isaga dan uma haday isbaab inayaan heer Djibouti nin heer Djibouti isku arkay maaha nin Soomaali isku arkay maaha nin Ciise isku arkay maaha marka waxaan dook iska leeyahay dibaato idil buu u geystay heer Djibouti oo idil wadankeenu ma jecli inuu noqdo Rwanda birina waxaan iska jecelahay wadankeenu sida heer Djibouti ahaan jireen ay iska noqdaan qabiilnimadan ay naga baxdo qabiilnimadan Ismaaciil Umar ba keenay xumaanta Ismaaciil Umar ba keenay de wixii raacaya ha raaco laakiin heer Djibouti inay ogolaadaan maaha geemkan aan la ciyaarsiinayo iska faraxsan maanta wayahay mudana Hussein gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay baaqa ugu dambeeya ee aad u direyso dadka reer Djibouti oo aad tiriqaar dibadda ku nool yihiin qurbaha kuwa gudaha jooga kuwa jecel inay Djibouti dadku walaaloobaan iyo guud ahaanba ama madaxda dalka Djibouti baaqa ugu dambeeya u direyso muxuu yahay wallahi baaqa ugu dambeeya u dirayo waxa leena heer Djibouti ee anagu heer Djibouti aan daarnahay waan soo maqaanaa afar qalbaan nahay waxaan nahay dad wiil iyo abtiya waxaan nahay dad wadankeena waa inaan yaani ka xoreysanaa dadka integration ka diidaya dadka looga yimiday dirdaba iyo Garissa dadka isku sheegaya Ciise Ciisena maaha annagu heer Djibouti aan daarnahay qolo kaste yaani baan hay wada keenu Rwanda inuu noqdo maaha hadaan u aamusno annaka waxay noo keenay umada hadistiba noo keenay diimisba noo keenay uskadba noo keenay gaajay noo keenay wada keeniba naga farxiyay anuu waxa la hadlayaa heer Djibouti qoladay dooni ha noqoto dadka waa inaan iska saaraa dadkan wax la aamino maaha dadka waa munaafiq weeyin dibaatada iyaka noo keenay sidaan ahayn aan noqono waddankeenuna ammaanka aanu ugu dadaalno baan leeyahay heer Djibouti waka wayahay wayahay wax kale oo aad ku daraysmiya jira madan Hussein wallahi waxa kaliya haatan yaani ku dari karo waxa leeyahay Airo TV in la soo caayo maaha Airo TV way madax banaan tahay waa TV demokraadiya qof alla qofkii Soomaaliya afara oromo abhara sudan arab way iska iman karaan Airo TV waxay kaga duwan tahay kuwa kaleeta Airo TV radio milkolin maaha Airo TV waa TV ga ammaanka weeyin walaalahayay haddaad u hadlisiin haq waxaan in leeyahay Airo TV kaalaya aydan iyo waxaan hadalka bala macniga iska daaya haddaad doonaysiin inaan iniga sheekeyno taariikh ama runtii haddaad iska doonaysiin waxaan leeyahay Airo TV kaalaya inaguna xoog baad u mahadsantihiin intaad iska tihiin ekibka Airo TV aad baad maasad tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena Djibouti maanta martin uu nagu ahaa Professor Hussein Ibrahim Muhammad oo ka mid ah haldoorka Djibouti oo ku dhaqan waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris. Madan Hussein waxaan ku leenahay guuleysto. Ahsantu.